بس العيله في زملكاوي. اوكي لكن الناس كلها فرحت لك اكيد. بالظبط. وليا اصحاب يعني، ليا اصحاب اقرب ناس ليا فيهم منهم زملكاويه طبيعي يعني. بالظبط. بس هي في الاول وفي الاخر كل واحد وميوله، كل واحد شايف الخير فين، فبيتمنى الخير لصاحبه يعني. طب احنا هنعمل لك اختبار متعودين عليه يعني. اختبار صوت. انا اختبار صوت انت عارف. وانت هتقول الو. الو الو، نسيت صوتي. يا استنى بس اتكلم تاني كده. استنى بس. لا انا مش محمد فؤاد عشان تعرفني من حمدي مرغني. ايوه مرغني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. ازيك يا سلام؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. سنه وانتم طيبين. مبروك عليكم التطوير كله زي ما متعودين دايما في الصداره ان شاء الله، وبالتوفيق يا رب وتكسروا الدنيا اكثر واكثر. الله يخليك. الله يخليك. قول لي هتعمل ايه بكره بس يا حمدي الاول؟ بكره ان شاء الله الطقس الجميل بتاعنا ان شاء الله ربنا يقدرنا كده بالحياه الصبح. بعد كده ناكل الكبده بتاعت الاضحيه. ايوه. اهم حاجه بس ابعدوا عن كابتن احمد الشيخ. لا لا ابعدوا عنه. لا كل سنه وانت طيب، يعني عيد سعيد عليك وعلى كل الاسره كلها، وان شاء الله باذن الله تكون دايما في اعياد. عايز تقول ايه لاحمد؟ ايه مش سامع؟ تقول ايه لاحمد؟ ما تقطعش بس. احمد ابويا وحبيبي احمد الشيخ بعيد، انا هتكلم بعيدا عن الكوره لان انتوا ما شاء الله بتناقشوا كل حاجه على الكوره. احمد ده على المستوى الشخصي من الشخصيات الجميله. احمد ابن بلد، جدع، سباق بالخير دايما يعني. احمد في اي مناسبه اي حاجه هو لو هو بيسال ما بيأثرش، عنده الحتت دي. ربنا يزيده يا رب من نعيمه، وانا يعني يزيده من حب الناس ويحقق له حلمه اكتر واكتر. احمد هو عارف هو عندي ايه. احمد من صحابي الجدعان. احمد الشيخ من الناس المقربين، وبتمنى له التوفيق يا رب. وهو عارف بقى، بقول له يلا خلص برنامج والدنيا تفتح وتعالى نتقابل ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يكرمك يا حبيبي. حبيبي واحمده بالتوفيق يا رب. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. شخصيات محترمه جدا مرغني. انا شخص بحبه جدا جدا يعني. بس ملوش في كره، شكله كده ملوش أو مش قوي يعني. مش حسيت انا في بعيد شويه عن الكره. هو بعيد طبعا بحكم شغله. ما بتلعبش كره خالص بحكم شغله. الموضوع بالنسبه له ربنا يعينه وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله، واشوفه كده متالق دايما. بس علاقه يعني نجوم الفن بالكره يا حمدي دي من زمان مش من دلوقتي. والله دايما اصحاب في حاجه. هي دي هقول لك يعني، هي لان بتبقى سهل مثلا. انا بحب احمد الشيخ كلاعب او هو بيحبني كمان، فبنبقى سهل نتعرف اكثر من يعني، بيبقى عندنا وسيله تواصل اكثر مثلا مع حد من الجمهور ممكن يكون نفسه يتعرف على مين، بس هو مش قادر غصب عنه يعني. لغه التواصل. انا مثلا خلاص بحب كابتن فهد لانه عايز اصلي، فسهل من مقربين من اصدقاء من بنتقابل في اماكن كتير عامه في افراح. سهل ان احنا نتلاقى يعني. هو بقى شبهك في النيو لوك الجديد ده، مش هتكتشفه؟ لا معقوله بيت امور زي لا ازاي بقى ما حدش يعلي عليك يا حمدي. الناس بيقولوا لي فعلا انت بقيت شبه حمدي. حمدي احلى بكتير يعني. انتوا بتهزروا اكيد. يبقى اكتر سنه بقى كمان، وتعالى مثل مكان. اقدرش. طب حمدي ما بتلعبش خماسي كده مره يعني؟ ولا ثلاثي حتى؟ مفيش. والله بروح اعلق وبالعكس. اصحابي اصلا مقربين يعني، اسس ربيع توتا كلهم بيلعبوا كوره. كلنا بنتجمع. بتتجمعوا تلعبوا خماسي؟ لا بس بتتابع له اكيد ماتشات يعني. ولا لا؟ لا قول الحقيقه يا حمدي. لا والله بتفرج يعني، والفتره دي كلنا ما ورناش حاجه غير الفرجه يعني. يا قاعدين صح. لا بتفرج والله. وانا يعني عشان انا دايما اطلع بصراحه اقول انا ماليش في الكوره قوي وبتاع. انا ماليش قوي لان كنت زمان متابع وجات فتره كده فصلت، فبخاف اقول ان انا كرة فيسالوني عارفه الاسئله. طب مين اللي بيلعب؟ يحرجوك. ما كنت عايزه اسالك ايه اكتر ماتش عجبك لاحمد الشيخ، بس يعني حاسه بيك. بس انا يعني انا من خلال برنامجكم اقول لا اهلاوي. انا مراتي اهلاويه من يوم ما اتولدت. هي فعلا اسراء. سببها ربنا كرمني وعملت. وانت اكيد اهلاوي انا عارف. انت اكيد اهلاوي.
انا عضو في النادي ما طبعا طبعا ماشي. لا اهلاوي يعني، ودي اول مره تقريبا اقولها، انتوا وقعتوني في الكلام. لا خلاص اتاخدت خلاص ليله العيد. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا حمدي. وانت طيبين وسلامنا الاسراء. كل سنه وانتم طيبين. بالتوفيق يا رب، ودايما قناه الاهلي كده في التدار ان شاء الله. شكرا ليك. نورتنا. طيب.